الخطاب الملكي اليوم الذي ألقاه صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش، أنا شخصيا أعتبره أنه خطة طريق، لأن تطرق فيه إلى مكامن الضعف ومكامن الضعف، بحيث تطرق إلى الاستثمار، ضخ دماء جديدة خاصة على مستوى تدبير الأحزاب السياسية. لابد أن الشباب إدماج الشباب والشباب وإعطائهم فرصة لتحمل المسؤولية، الاهتمام بالعنصر البشري، الاهتمام بالاستثمار، تسهيل المساطر، هذه كلها أمور ستساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. نحن سعداء بخطاب جلالة الملك الذي أثلج صدورنا بما جاء فيه من معاني سامية شملت القطاعات المهمة في مؤسسات الدولة وفي مشاريعها، في مخططاتها، في أعمالها، في نجاحاتها. الحمد لله الذي شرفنا بجلالة الملك، الملك العظيم، ملك الملوك، ملك الملك الفاتح لإفريقيا، الملك الذي نعتز به، الذي رفع رأس المغرب إلى عنان السماء فيما بين الدول المتقدمة والمتحضرة والصاعدة. نحن نشكر الله ونحمده الذي منحنا هذا الملك العظيم، وفقه الله وأسعده وأطال عمره وسدد خطاه بأعماله الجليلة ومخططاته الكبيرة. الله يسعده، الله يوفقه، والله يطول في العمر ديالو، والله يخلي لنا في صحة جيدة. بمناسبة ذكرى 19 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلاف المنعمين، الخطاب اليوم هو كان خطاب تاريخي بحكم أنه ثلاث محاور، المحور الأول هو التعليم، والمحور الثاني هو الصحة، والمحور الثالث هو الماء الصالح للشرب. فهذه ثلاث محاور مهمة في عهد جلالة الملك محمد السادس نصره الله من طنجة إلى القويرة، له أكثر من دلالة لكل، وخاصة وكذلك الجيل الثالث من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها سنة 2005، واليوم هو يوم تاريخي بالنسبة لخطاب العرش المجيد للذكرى 19 لتربع صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعم. الخطاب الملكي السامي في الذكرى 19 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين كان خطاب جلي، أقاس النقط ديال الخلل التي تعاني منه الحكومة، وأعطى مؤشرات وأعطى إطلالات ديال أنه هذا اللي خصو يدار اليوم، خاصة في الشق الاجتماعي. صاحب الجلالة اليوم في الخطاب ديالو كان جليئا جدا وكان صريح مع الشعب المغربي، أكثر من هكا أكد على أنه دائما هو الساهر على خدمة هذا المواطن وهذا الوطن. نتمنى إن شاء الله من الحكومة تلتقط المضامين ديال الخطاب وتفعلها ميدانيا كي نصبوا إلى مغرب ديمقراطي، مغرب كامل إن شاء الله للمواطنين المغاربة مؤمنين بديمقراطية هذا الوطن ومجندين خلف صاحب الجلالة. مصطفى فعدس، بالنسبة للخطاب هو خطاب دائما كما عهدنا صاحب الجلالة منذ يعني توليه العرش وتربعه على عرش المملكة، خطاب جاء يعني بمستجدات قوية وبإشارات قوية لجميع الفاعلين على المستوى سواء الرسميين أو الغير رسميين، الرسميين يعني كحكومة، كمسؤولين ترابيين، كأحزاب سياسية في الجانب الغير الرسمي والمجتمع المدني وجميع الفعاليات داخل المجتمع. خطاب وجه يعني رسائل، أهم رسالة هي الجانب الاجتماعي، الجانب الاجتماعي اللي تكلم فيه صاحب الجلالة أنه خصنا فيه رؤية جديدة، خصنا فيه برنامج جديد، خصنا فيه مشاريع اللي ممكن أنه خصها تكون باش ترقي بالجانب الاجتماعي، ترقى بالجانب الاجتماعي للمواطن المغربي. كذلك تكلم واحد النقطة أساسية اللي تكلم عليها صاحب الجلالة بالنسبة للسياسة، يعني المخطط الوطني للماء هو مخطط اللي تأكد اهتمام صاحب الجلالة بالجانب البيئي بحكم يعني ترؤسه
واحتضانه لمجموعه ديال الفعاليات اليوم تاكد على المخطط الوطني، تاكد على انه خصنا استراتيجيه وطنيه للماء اللي نحميو بها نفوسنا ونحميو بها المغرب ككل امام يعني التغيرات المناخيه اللي حاضره، امام ندره المياه اللي تعيشها العالم ككل. وبالتالي خصنا استراتيجيه على مدى 30 سنه اللي تكون يعني رؤيه حقيقيه لحل هذا المشكل هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. منصور مصطفى، رئيس منتدى في كل دقيقه حقيقه. اليوم سمعنا الخطاب الملكي اللي في خمسة المحاور اللي من بينها أكد على الصحة والتعليم والمقاربة التشاركية والماء، وطلب الحكومة باش يعني تقوم بالمهام ديالها وإعادة النظر في بعض الملفات اللي خصها تكون فيهم محاسبة. إيوا الحمد لله احنا كنطلبوا اليوم من الحكومة باش تنفذ هاد الخطاب السامي اللي كاع المغاربة عجبهم هذا الخطاب وعندهم فيه الخير من هنا القدام إن شاء الله، وشكرا. السلام عليكم، معكم الحجة منظور، رئيسة جمعية نور فردوس المجتمعية ورئيسة نادي الكرة الطويلة بمقاطعة عمامة الحي الحسني. أنا أولا تنهني سيدنا بهذا العيد محمد السادس نصر الله، لهذا العيد الوطني اللي هو يعني كيفرحوا به كل المغاربة وفي داخل الوطن وخارج الوطن. والفائدة يعني اللي استنتجنا من هذا الخطاب الملكي وهو يعني تكلم على الصحة يعني خاصة هذا، وتكلم على التعليم، وكنشكروا جلالة الملك اللي دار هذا الالتفات للوليد ديالنا في التعليم والصحة، يعني اللي كل شيء المواطنين كيهتفوا بأن راه الصحة شي حاجة في حياة الإنسان، خاصة الإنسان هذا تكلم يعني على التنمية البشرية، يعني إسعد على سعادة الطبقة الهشة، يعني الحمد لله ونعمة بالله على هذا الخطاب الجميل اللي ارتحينا ليه ورتئنا واستوعبنا يعني كل مقاصد ديالو. جلالة الملك ولي برحمة الله الحسن الثاني كان دار هذا القيم على السدود وتكلم لنا على السدود، وحنا فرحانين بهذا الكلمة اللي على المياه لأن البوادي في حاجة ماسة للمياه. وأنا عندي واحد النقطة أنا كنشير لها على حسب الماء، لأن واحد المنطقة جبلية يعني منطقة الشراقة وحيينا وهذا كاينين ويدات نوضر سابو وما يصب إليه، ولكن كاينين بعد الدواوير اللي ناقصة من المياه. وأنا تنشكر على هاد البديرة اللي هاد الالتفات اللي التفتنا على هاد المشكل باش يتحل ديال المياه وهذا المشكل ديال السدود، وشكرا له والله يطول في عمر سيدي.